السلام عليكم ورحمة الله الله. وبركاته. طب في سؤال، ازاي نترجم ملف كبير وليكن بي دي اف؟ طيب في موقع هنا اسمه اونلاين دكتور ترانسليتور، ممكن ترفع الملف هو يترجمه لك على طول. خليني اشوف الملف كده عندي، وليكن مثلا الملف دوت، وهقول له اوبن، هيبدأ يرفع لي الملف، وبعد كده يقول لي انت عايز تترجمه لأني لغة، فأنا هقول له مثلا أكيد اللغة العربية. تمام، هو بيحاول يكتشف اللغة، وبعد كده تقول له ترجم. فهيبدأ إن هو يترجمه لك. طيب غير كده ممكن تدخل على ترجمة جوجل، وبدل ما بتترجم نص هتقول له مستندات، وترفع ملف وورد دوكيومنتس او بي دي اف او بي بي تي او اكس ال اس اكس. تمام، اي ملف من دول بتقدر تقول له بصفحة الكمبيوتر وترفعه، وهو بيترجمه بشكل كويس، ترجمة جوجل ممتازة يعني كويسة. تمام، طيب لو انت عندك بقى جوجل درايف، ممكن تقول له تراي دوكيومنتس فور وورك او جو تو دوكيومنتس، واي ملف عندك تقدر ان انت تفتحه وتقول له ترجمه. طيب هقول له ترجمه ازاي؟ هو كده الملف اترجم ونزله لي، فاقدر ان انا سيف ده اللي هو الموقع دوت. تمام، اقول له فعلا ترجم لي الملف اهو. تمام، اوكي. طيب هنا تعالى بقى شو، نرجع بقى لجوجل درايف، هتلاقي عندك في التولز اختيار اللي هو ترانزليت دوكيومنتس، يترجم لك الملف كله. تمام، بتختار انت عايز ترجمه ان لغه ويبدا ان هو يترجمه لك. زائد ان في هنا تولز كتيره جدا هتلاقيها، اللي هي الادنس، تقدر تقول له جيت ادنس، وفي كذا حاجه متخصصه في الترجمه، زي مثلا سلايد ترانزليتور، وفي عندك مثلا هتلاقي حاجات كتير جدا كل مره بيزود حاجات خاصه بالترجمه. تمام، وده مثلا خاص بان هو يراجع الاخطاء اللغويه والحاجات دي كلها. طيب كده احنا شفنا ثلاث طرق، تعال بقى الطريقه الرابعه، هتدخل هنا على الوورد وهتروح للريفيو، وتروح تقول له ترانزليت، وممكن تترجم جزء معين او تقول له ترجم لي الدوكيومنتس كله. هيبدا يقول لك بقى انت محتاج عايز انهي لغه تترجم ليه، من العربي مثلا، من العربي للانجليزي، تقول ترانزليت يروح مترجم لك الوثيقه كلها. فانت كده معاك اربع طرق كويسين جدا في موضوع ترجمه فولدر كامل او ملف كامل.